أهلا بكم من جديد. طالب موظف في مديرية الشباب والرياضة بيعاني من فقدان حاسة البصر، المسؤولين بنقله إلى محل إقامته في الإسماعيلية نظرا لصعوبة التنقل يوميا إلى مكان عمله. الحقيقة كاميرا الحياة الآن انتقلت إليه لسماع شكواه ومطالبه. صباح كل يوم يستيقظ بدر ليستعد للسفر من الإسماعيلية إلى القاهرة حيث يعمل في وزارة الشباب والرياضة، ولكن معاناة السفر لمسافة 300 كيلومتر ذهاباً وإياباً يومياً ليست الوحيدة التي يواجهها، فهناك ما يجعله أصعب بل شبه مستحيلة. أهل الخير بيمشون، بكون عايز أمشي مثلاً مع حد، عايز أروح مكان فلاني، بطلع من البيت بنتي بتوصلني مثلاً لغاية الميكروباص، وبنزل بسأل إذا كان حد مثلاً عايز يروح، حد هيروح المحطة بياخدني في سكته، وأنا نازل برضو قبل ما أنزل بأطرة بسأل يا أخوانا في حد نازل رايح المترو، حد برضو بياخدني يوديني وهكذا. زوجة بدر والتي تعيش نفس ظروفه لديها طفلتان كانت تعتقد أنها لن تقدر على رعايتهما. لما خلفت رجين كنت خايفة جدا، كنت حاسة أن أنا مش قادرة أتعامل معاها، كنت بقول يا رب عني، بس الحمد لله بفضل الله وحماتي وأختي جوزي ربنا يبارك لهم يا رب. أنا أساسا حتى البامبرز ما كنتش بعرف أدبسه، ما كنتش بعرف أعمل أي حاجة خالص، بس دلوقتي الحمد لله يعني جات والتانية موجود الحمد لله. ولكنها تعيش قلقا اتضح أنه أكبر من قلقها على أطفالها. كل مرة جوزي بيمشي فيها بحط إيدي على قلبي بقول إن هو يعني لا قدر الله مش هيرجع، يعني الواحد بيسمع حوادث وحاجات، وبعدين أنا نفسي بشوفه لما بيتخبط في حاجة في البيت هنا أو لما كده بقول يا رب طب هو بيمشي في إزاي في الشيء، هنقول اسمع ليها هادية شوية، لكن ده مصر يعني مصر بتهيألي المبصر ما بيعرفش، أنا رحت عشت شهر في مصر ما قدرتش. وبعد كل هذه الخطابات الموجهة إلى وزارة الشباب على مدار عام، أنا قدمت طلبين الحقيقة، يعني طلب وطلب وما حدش رد عليه فيه علي فيه خالص، والطلب التاني سمقدمه الأسبوع اللي فات. ما زال لسان حال بدر أنا مواطن وحاير وأنتظر منكم جواب. محافظ الجيزة مانع الانتداب تماما، يعني حتى لو منع الانتداب لأي أسباب، لكن ده ظرف إنسان المفروض يراعيه. فتنقل بدر بين وسائل المواصلات المختلفة دون مرافق يعد مغامرة قد تكون غير محسوبة. هذه المعاناة التي يعانيها بدر ذهابا من الإسماعيلية إلى القاهرة قد تنتهي بقرار من المسؤولين، فرحلته مليئة بالمخاطر التي يتمنى أن يوضع حل لها. مهاد الشرقاوي، الحياة الآن. طبعا هي مشكلة وحالة تتطلب الرعاية. هو قال إن هو قدم طلبين، يعني قدم طلبين، طلب آخرهم كان من أسبوع لوزارة الشباب والرياضة ومحدش استجاب. أنا معايا على التليفون الأستاذ عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية. دكتور عادل رضوان برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا شيف بيه، أهلا بحضرتك. تحياتي دكتور. يعني حضرتك أنا مش عارف حضرتك متابع معانا الحالة ولا لا اللي عرضناها من شوية في التقرير. طيب يا فندم، يعني الموضوع بتاع هذا الموظف اللي كل طلبه إن هو يتنقل الإسماعيلية. يا فندم الأخ بدر جالي وأنا وافقت له، قلت له ما عنديش مشكلة خالص خالص من أي نوع، هات لي بس موافقة محافظة الجيزة لأن هي جهة عمله الأصلية، وأنا من عندي أنا ما عنديش مشكلة نهائي، أنا عندي استعداد أخده بالبكرة لو جاب لي الورقة واستكفى لي الورقة أخده معايا بكرة ما فيش مشكلة. طب إيه المشكلة في محافظة الجيزة؟ هي المشكلة بقى هو المفروض يديله القرار على حسب ما سمعت من التقرير اللي عند حضرتك. أيوة. إن محافظة الجيزة موافق عملية الند. بس في حالات يعني ربما يوقف حالات الندب دي انا هتكلم فيها مع محافظ الجيزه بالتفصيل، لكن من ناحيتكم انتوا في وزاره الشباب والرياضه مفيش اي مشكله. مفيش ادنى مشكله واحنا بنرحب بيه، بالعكس ده الراجل ابدى تعاونه لما قعد معايا واستقبلته في مكتبي، والراجل انا عندي استعداد اشتغل ولقيت روحه جميله جدا، وانا كان نفسي الروح دي تبقى عند الناس الاصحاء، يعني راجل ما شاء الله عليه انا بحييه على مجهوداته يعني. حقيقي فعلا. والله بجد عنده روح عاليه جدا، وانا اتمنى ده بالراجل بيقول لي مسكني مكتبه لانه راجل متخصص لصنص اداب، وانا محتاجه وما عنديش مشكله خالص. تمام. يعني حضرتك يعني حضرتك عنده عندك ليه المكان والعمل وكله هيبقى جاهز ومفيش اي مشكله خالص. انا بس لو سياده محافظ الجيزه وافق على نقله بالدرجه انا اخده نقل كمان مش نقل. يعني انا لو عندي درجات كنت فضيت له درجه، انما انا ما عنديش درجات خاليه. تمام، وصلتني الصوره. هم لو وافقوا على نقله بالدرجه انا موافق يا فندم، ويرح ونرحب بيه واهلا وسهلا بيه في اي وقت. طيب استاذنك بس دكتور عادل خليك معايا بعد اذن حضرتك. دكتور خالد زكريا محافظ الجيزه. دكتور
هتصلوا تاني بالدكتور خالد زكريا محافظ الجيزة إذا سمحتوا علشان نحاول نحل مشكلة هذا الشاب. دكتور خالد زكريا محافظ الجيزة هو دلوقتي بلغ الإعداد إن هو عنده اجتماع. على العموم تابعوا مع الدكتور خالد زكريا محافظ الجيزة ضروري علشان احنا عايزين نحل مشكلة هذا الموظف المحترم. مفيش مشكلة في وكيل في وزارة الشباب والرياضة، وكلمنا مع الدكتور عادل رضوان فيما يتعلق بهذه المشكلة، قال هو مرحب بيه وعنده استعداد للنقل فورا والعمل موجود. أنا بشكرك جدا دكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، كده الشق ده اتحل ومفيش مشكلة. فيما يتعلق بمحافظة الجيزة زمايلي يتابعوا مع الدكتور خالد محافظ الجيزة.